نقول سلام عليكم ولا ايه؟ سلام عليكم. عليكم السلام ويحلى كلام يبدأ تملي بكلمة سلام. عليكم السلام ويحلى كلام يبدأ تملي بكلمة سلام. بس السلام يبقى الأصول مش ضحك يابا على العقول. ولا فطر مجلس والسلام. عليكم السلام ويحلى كلام يبدأ تملي بكلمة سلام. عليكم السلام ويحلى كلام يبدأ تملي بكلمة سلام.
ولا ما عادش حد بيهمه شيء؟ دي مش طريقة. فاكر نفسك ماشي لوحدك بالطريق، شارع ده ولا سلك، ولا ما عادش حد بيهمه شيء؟ مش في نص الشارع اصلا مركب بس واتنزل مان ده ولوزه شمال ويمين، اللي ما يحتس يحتاس. مش في نص الشارع يا اسطى تركب ناس وتنزل ناس ده ودور ذا شمال ويمين، خلي اللي ما يحتاس يحتاس. مش كفايه الوكيل عالي اللي عمالي، مش كفايه جالك ساده ضربت له الباني، واما تدي اشاره يمين تخش شمال، واما تركن تبقى راكن صف تاني. مش كفايه الوكيل عالي اللي عمالي، مش كفايه جالك ساده ضربت له الباني، واما تدي اشاره يمين تخش شمال، واما تركن تبقى راكن صف تاني. دي مش طريقة. والكلاكسات والكبكبات اللي تهد البلكونات، وقانون جديد بيقولك هات يا عم شنطة الإسعافات. والكلاكسات والدبدبات اللي تهد البلكونات، وقانون جديد بيقولك هات يا عم شنطة الإسعافات. مش في نص الشارع اصلا تركب ناس وتنزل ناس ده ودوز شمال ويمين، خلي اللي ما يحتاس يحتاس. مش في نص الشارع يا اسطى تركب ناس وتنزل ناس ده ودوز شمال ويمين، خلي اللي ما يحتاس يحتاس. اوضه السرات خمس حارات وسط البيوت، والناس ما تعرفش تعدي والناس تموت، وحسوق إدارة ده سوق نظام وكلام في كلام، وتريلا بيت ما تزلق وسط الزحام. وتسترات خمس حارات وسط البيوت، والناس ما تعرفش تعدي والناس تموت، وحسوق إدارة ده سوق نظام وكلام في كلام، وتريلا بيت ما تزلق وسط الزحام. دي مش طريقة، مش الليل حزين محتاج يضم صدر الحرام، الليل طويل مالوش جيران غير السكات، الليل حزين محتاج يضم صدر الحرام، الليل جعان وشاع
وكلام عطشان زحام. الناس عجوز لم الخطا لم الكلام لم الغناوي وحده بيرقص رقص هادي جوا شارع قلبه فاضي ولا تلمح اي عين عيونه مجمعين غير قمر سهران وحيد مستني فجر بيوم جديد. أشرف توفيق وألحان علي الهلباوي مرسال لحبيبتي رسال
لحبيبتي. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب ليه حروف اسمك ما انت في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي. ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي. أنا بعد مانيش عارف جوابي، ده جوابي كان ما عدتش بحسب الاقلام، ما عدتش بحسب الصفحات، ما عدتش بحسب اللي راح من الايام. كفاية اني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس، او شاف حاله في بعدك لا صلى لرب واستغفر لذنبه وصاب. يا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اخسر كتير مني. فمش هقدر اجيب لك من الدعم كفه، واجيب لك مليون كفه، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفه، ومش هقدر اجيب لك بيت يموت القطر لو لف في حماه لفه. كفايه اني بحبك موت، وحب الناس نادى موار، حبي عكسهم ضعيفه. عندي شروط، انا طبعا بحبك موت، لكن ليه يا شروط؟ انا عايزك تكوني في الوريد دمه، وتبقي في عقلنا همه، وتبقي ورد جوه القلب غير يشوف ويتحسر ولا يشمه. وعايز رمشك الجارح يكون صراط غيري ما يرحمش وانا عدي فوق صراط رمشك ولا خافش، وحتى لو وقعت في يوم من الخطة اقف عليكي واتوضى، واصلي ركعتين لله، وابوس من العينين، وامشي لنا طماع ولا في طبعي الانانيه. جناين قلبي راح تفضل، ولو طال البال فتحه بحبك قلتها بالكسره، نفسي اسمع باقي الفتحه. حفلة زي الفل، الناس زي الفل، تنظيمها كان كويس، المسرح جميل، كل حاجة الحقيقة كانت ممتعة النهاردة الحمد لله. طب في اقرب حفلات الفرقة الجاية هتبقى امتى؟
الحقيقة احنا بنعمل ألبوم، فاضل لنا تركة صغيرة كده ونعلن عن نزوله في الأيام اللي جاية دي إن شاء الله. بعد الألبوم إن شاء الله هيبقى فيه شوية حفلات حلوة إن شاء الله، خليها مفاجأة دي. خليها مفاجأة. بس اللي أنا عايز أقوله إن احنا هنلف إن شاء الله مصر كلها بالألبوم، وهنحاول نعمل حفلات في كل حتة، ونحاول نعمل في المنصورة وفي طنطا وفي القاهرة وفي اسكندرية وسينا أسوان، يعني في تخطيطات لحاجات ظريفة جدا إن شاء الله. الالبوم فكرة معينة، دي حاجة احنا كنا بنتعرض ليها، يعني احنا اليومين اللي فاتوا فكرة الحاجة وعكسها، كان دايما يحصل لنا موقف ممكن يبقى حلو وتاني يوم على طول ممكن يبقى الموقف وحش، فاكتشفنا ان الدنيا تقع وتقوم، وبالمناسبة هو ده اسم الالبوم. حملة حس ضد البرد، عايزين برضو نتكلم عنها. حقيقة احنا كنا قاعدين في اسكندرية، احنا اسكندرانية، وكنا قاعدين لقينا ناس غرقانة في الشوارع من المطر، واحنا نفسنا كنا بردانين مع ان احنا لابسين كتير قوي، فقعدنا نفكر كده لقينا ان هو اكيد في ناس يعني ممكن تبقى بردانة دلوقتي ما عندهاش اساسا الهدوم اللي احنا لابسينها دي، فكل اللي احنا فكرنا فيه ان احنا نجمع لبس عشان الناس دي نقدر نوزعه في الصعيد، بالذات في الصعيد يعني، لان احنا نعرف ناس كتيره هناك ومحتاجين ده، فلقينا ان احنا كاشخاص لوحدنا ممكن نقدم حاجه، لكن كفرقه ممكن نقدم حاجه اكبر بالناس اللي هي تعرفنا والناس اللي ممكن تعمل زينا، فحاولنا ان هي تبقى حمله كامله، كل اللي يقدر يجيب هدوم قديمه عنده يجيبها عندنا ونقدر ان احنا نوزعها لاكبر عدد ممكن. الفرقة المستقلة كلها أصدقاء، كلهم طلعوا مع بعض، حصلت لهم نفس المشاكل وحصلت لهم نفس الأحداث اللي انتوا عارفينها كلها اللي في مصر، وهما كانوا بيكبروا كلهم مع بعض، فكلهم ابتدوا يبقوا حاجة واحدة، يعني كل الفرق الحقيقة كلنا جيل تقريبا واحد، وحابين ان احنا ما يبقاش الموضوع فيه تنافس قد ما هو يبقى فيه تعاون ما بيننا عشان نطلع حاجة كويسة قوي، والحمد لله ده بيحصل الحمد لله. بعيد عن الجروب والباند شوية، ممكن اسأل حضرتك شايف 25 يناير الجاي هيبقى ازاي؟ ما عنديش فكرة الحقيقة، ما عنديش فكرة، يعني البلد فيها حاجات كتير قوي لخبطة، في كذا رأي كلهم مش غلط، في ناس بتقول لك استنى شوية، وفي ناس بتقول لك اصبر شوية، وفي ناس بتقول لك لا لازم يتعامل نظام معين، كل الافكار دي مش غلط، افتكر ان هو كمان شوية حتبان الميزات والعيوب بتاعت الفترة اللي فاتت. توجه الباند سياسيا، بص احنا 5 افراد، كل فرد له وجهة نظر معينة وله ابعاد هو بيفكر فيها، احنا مش فرقة سياسية، احنا فرقة اجتماعية بنتكلم على حاجات اجتماعية اكتر، بنتكلم على مرور، بنتكلم على واحد سايق عربيته غلط، بنتكلم على واحد بيسافر برا عشان يجيب فلوس ومش عارف، فسياسيا كل واحد له رأي، والفرقة يعني مجموعة الفرقة مع بعضها بعد عن فكرة السياسة دي خالص ومش عايزة تناقشها الحقيقة. شهرة اليوم، جمهور كتير جدا من الشباب، بس رغم ذلك في هجوم جدا من بعض الاشخاص، ما اعرفش ايه سبب. بص يعني طبيعي لما اي واحد بيبتدي يتعرف شوية بيبقى له مؤيدين ويبقى له ناس مش بتأيده، يعني بص الدنيا كلها فيها دايما عقبات، وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي تقع وتقوم، هتلاقي واحد معاك بيسندك وهتلاقي واحد بيحاول ينزلك، الصبر مفتاح الفرج دي حاجة، والمعافرة دي حاجة تانية، الحاجة التالتة ان احنا مش هنسيب حد يفرض علينا رأي معين او ينزلنا او ان هو يقولك انتوا مش حلوين او حلوين، احنا بنلعب مزيكا ومبسوطين قوي بده وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي، ومش هادي الاسباب اللي هتخلينا نبطل او ان احنا ننزل خالص، مش البني ادمين يعني، لو ربنا رايد ان احنا نكمل اكيد هنكمل. في فرق اندر جراوند حاليا لسه
صغيرة، بس يعني أكتريتهم بيحسوا باليأس، أنت تقول لهم إيه طيب؟ الدنيا يأس، الدنيا يأس. وبص هرجع تاني اقول لك تقع وتقوم. فكرة ان هو النهاردة انا يائس، احنا حتى الان بنتعرض لمواقف كتير قوي فيها يأس، واحيانا كتير قوي بنبقى قادرين على ده وبنبقى اقوياء على ده، واحيانا كتير بنبقى ضعفة. دي حاجة مرتبطة بالحياة، ان هي يوم فوق ويوم تحت، لازم تفضل صابر ولازم تفضل جامد لو انت عايز تغير طيار معين او انت عايز تغير فكر معين، واللي احنا بنعمله حاليا ده بيغير حاجات كتير قوي، واتمنى ان احنا نقدر نعمل ده.